رباط FM حاجة أخرى. رافي مستير نورتنا. عايشك يا ربي. عايشك سيد وزير. سؤالي هو مشروع قانون الفنان اللي طال انتظاره تقريبا 9 سنوات، ما يقارب 9 سنوات. سمعنا انه توا في قريب الانجاز نتاعه، ولا هو باش يلم برشا فنانين تقريبا، كان تحكي لنا عليه شويه بايجاز. هو في الحقيقه مشروع، ولهذا لا نتحدث عن امر، نتحدث عن مشروع امر، ولهذا هو مقترح. تقريبا 15 شهر في وزاره الشؤون الثقافيه بين المصالح التشريعيه والفنانين والمجتمع المدني، يعني الجمعيات الثقافيه بصفه عامه ممثله في عديد الحساسيات وعديد التوجهات وعديد القطاعات، اعطونا النسخه هذه، يعني اللي تقريبا كانت نسخه تحاول تنظيم القطاع، التزامات القطاع، حقوق القطاع والفنانين، وخاصة تنظم العملية الشغلية يعني للفنان اللي اليوم وللأسف يلقى مشاكل كبيرة في مستوى يعني التغطية الاجتماعية، التغطية الصحية، يعني الجراية، يعني أشياء يعني في الحقيقة تمس بكرامة الفنان، وهذا ما نجموش نبقاو يعني احنا وكأن في صمت مريب يعني في هذا الخصوص. طبعا الفن القانون هذايا في صيغته كمشروع قدمناه على مجلس الوزراء ووقع المصادق عليه، ثم في مستوى لجنه الثقافه بالبرلمان، ولكن هو اليوم مشروع ويبقى مشروع، وهو يتغذى ان شاء الله بمقترحات الفنانين والجمعيات الثقافيه واصحاب يعني الراي من كل المهتمين بالقطاع، وخاصه الفنانين اللي هم معنيين بهذه الصيغه التي ان شاء الله نتمنى ان يعني توفر لهم كرامه وتوفر لهم حقوق وواجبات طبعا، وتنظم يعني هذه العلاقات الشغليه بالنسبه للمهنه نتاعهم. يعني الوزاره مراهنه على المشروع هذا يا سي بيان بي. والاستشاره يعني متواصله مع الفنانين، كما قلت يعني الصيغه ليست صيغه نهائيه، ولهذا هذا مهم جدا بالنسبه لنا، ونتواصل يعني ان شاء الله لما يمكن ان يفيد اكثر فاكثر فنان في ما يمكن ان يعطيه كذلك نص قانوني يحميه. مش معقول ان قطاع الثقافه الى حد الان يعني على نقيض كل القطاعات الحيويه التنمويه الاستراتيجيه الاقتصاديه، الثقافه هي الوحيد، يعني الثقافه هو القطاع الوحيد الذي يعني ينقصه يعني هذا النص التشريعي. ان شاء الله بهذا التدارك وبهذا يعني العزم المشترك ما بيناتنا كوزاره، احنا نرعى هذا الشان، ولكن كذلك بتدخل وآراء الفنانين إن شاء الله نقدر يعني نقدم نص يقترب إلى المثال ويرضي الجميع إن شاء الله. نسألك سيد الوزير على المعرض اللي كنا نشوفه فيه توا، شفنا إبداع كبير من طرف الفنانين التشكيليات الموجودين، شنو رأيك؟ رأيي أن يعني في هذا الفضاء الإبداع وفضاء الجمال وفضاء الخلق والابتكار والتجديد والذكاء بصفة عامة، يعني الفن لا يمكن ان يكون حكرا على من هو مختص او من هو اكاديمي او من هو تعبير انساني، تعبير اجتماعي، تعبير فردي، تعبير مواطني، تعبير يعني هو في الحقيقه يلزم كل انسان عنده هذه الطاقه وعنده هذه القدره على ان يعبر من خلال الفن، من خلال الفنون التشكيليه بصفه عامه، على ما يمكن ان يعني يمثله من افكار ومن هواجس من تطلعات. هذه تونس رأي. تونس هذه هي، يعني تونس بجمالها، بنسائها، بخيالها، برجالها، بالأفق، يعني اللي وهذا الحلم اللي تسمح به، لأن الثقافة هذا حمالة أوجه وحمالة انتماء إلى وطن والتزام بمواطنة حقيقية. إن شاء الله يعني المسير تبقى مشاعة يعني بمن لديها ومن فيها ومن يمثلها، ومن خلال مسير تونس كلها، لأن هي في الحقيقة المفرد في صيغة الجمع. لما نتحدث عن المسير نتحدث على الوسط، نتحدث على الساحل، نتحدث على الشمال، نتحدث على الجنوب، لابد إن شاء الله تتوحد جهودنا في أن الذكاء يكون يعني والحرية والالتزام بالمواطنة وخاصة احترام بلادنا والسعي
تنمية بلادنا أكثر فأكثر، هذا اللي يهمنا، وهذه الـ يعني الجلسة الجميلة اللي نشوفه فما حولها يعني إقبال جماهيري كبير وإقبال يعني من كل الحساسيات ومن كل الفئات ومن كل الأعمار، هذا مهم جدا. إن شاء الله يبقى الأمر كذلك يعني بالنسبة لنا، وإن شاء الله تونس ديما واعدة بما تخزن وما تستبق كذلك وما تستشرف من إمكانيات نحو المستقبل. إن شاء الله يعطيك صحة سيد الوزير على دعمك للثقافة التونسية بصفة عامة وعلى جايينك المستير، نورتنا. عايش ريبات أفام حاجة أخرى.